وبشأن الحديث عن الصراع داخل الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. سيد لبيد، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح هادي العامري الذي أبدى رغبته في التحالف مع العبادي والمالكي بعد الانتخابات. هل أصبح للميليشيات قوة مؤثرة في تشكيل كتل انتخابية سيد لبيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله. لا نستغرب هذا التصريح الذي صدر عن العامري، والنتيجة بالنهاية ستؤول إلى تفاهم في داخل أروقة البرلمان العراقي بعد الانتخابات، رغم ما يبدو ظاهرا بأنه اختلاف في الرؤى أو هناك صراع أو تنازع على السلطات فيما بين هذه الائتلافات الرئيسية الثلاثة. كل الخلافات التي تبدو ظاهرة على العيان حاليا تزول في حالما يتم الانتهاء من الانتخابات، وتبدأ تشكيلة جديدة من الائتلافات في داخل البرلمان، وهذا هو الأهم في المسألة، لأن الكتلة الكبيرة في داخل البرلمان هي التي ستحوز على منصب رئيس الوزراء. هادي العامري يتكلم من موقع قوة، لأن الحشد كما نعلم أصبح له نفوذا جدا قويا جدا في العراق، وخصوصا في المناطق الجنوبية، ناهيك عن المناطق التي تم تدميرها، المدن أو المدن والمناطق التي تم تدميرها نتيجة الحرب ضد تنظيم الدولة في مناطق الغرب والوسط والشمال. سيد لبيد، علي الأديب قيادي في حزب الدعوة يعني يصرح بأن منصب رئاسة الوزراء ستكون من حصة حزب الدعوة، تعتقد أن مشكلة ستحدث على منصب رئاسة الوزراء في المستقبل المنظور بعد الانتخابات؟ لا هناك مشكلة ربما تحدث على هذا المنصب، لأن إيران من الواضح أن إيران تريد أن يقود الحشد الحكومة المقبلة. إيران تستهدف، هناك رؤية، هناك عاملان في الحقيقة يجعلان إيران تحرص على أن يكون الحشد الشعبي أو الحشد الشيعي هو صاحب السلطة أو الحكومة. من الناحية الداخلية، لأن إيران تريد أن تهيمن بالكامل على العراق، وتريد أن تستخدمه كما ذكرنا في مناسبات سابقة ممرا لتنفيذ مشروعها الاستراتيجي. على الصعيد الدولي، إيران تريد أن تستخدم الحشد للضغط على الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي، لأن أمريكا تهدد بنقض الاتفاق النووي، وإيران تريد أن تضغط بالاتجاه المعاكس لهذا. طيب سيد لبيد، حاكم الزاملي وهو قيادي في التيار الصدري يعني اعترف بأن التيار قد دعم المالكي لدورتين انتخابيتين، لكن الظاهر أن هناك عداء بينهما، لكن التيار الصدري دعم نور المالكي، لكن في هذه الانتخابات هل نتوقع تأييد جديد من الصدريين لنور المالكي سيد لبيد؟ مهما كانت الخلافات بين الكتل الانتخابية، في النهاية سيتفق جميع عناصر البيت الشيعي، وهذا هو اسمه الرسمي، سيتفقون داخل قبة البرلمان على تشكيل الكتلة الأكبر التي هي التي ستقرر الحصة الأسد في الحكومة ومن هو سيكون رئيس الحكومة. مهما بدأ من خلافات بين التيار الصدري والتيار النوري المالكي، لكن هذه كلها ستزول مقابل، لأن هنا يجب أن يواجهوا تحديات، لا يمكن أن يكون هناك انقسام، لا يريدون أن يسمحوا لأي انقسام أن يتسلل إلى داخل أروقة البيت الشيعي، لأن هذا سيؤدي إلى تحديات كبيرة وسيؤدي إلى مخاطر كبيرة بالحقيقة تتعلق بتفاصيل طائفية كثيرة. لكن سيد لبيد عفوا، لكن هناك تصريحات يعني أكثر من مرة تؤكد أن منصب رئيس الوزراء لابد أن يكون من ضمن قادة الحشد الشعبي. نعم. هذا صحيح. طيب. وهم المرشح الأقوى لتزعم الحكومة المقبلة، لأن كما ذكرنا إيران تريد ذلك، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية بسبب الهيمنة الأمنية لقوات الحشد الشعبي على المدن وخصوصا المدن الجنوبية، فيتوقع المراقبون أن تحدث عملية ابتزاز وعملية
شراء أصوات وعملية تزوير كبيرة هذه المرة في الانتخابات، بحيث تؤدي إلى أن يحصل الحشد الشعبي على عدد كبير من المقاعد في البرلمان، مما يؤهله إلى التحكم بمسار تكوين تشكيل الكتلة الكبيرة التي تتزعم الحكومة. طيب سيد لبيد، يعني أنت ذكرت بأنه إيران تضغط في سبيل أن يكون أحد قادة الحشد الشعبي هو رئيس الوزراء، تعتقد نعم. ماذا تريد الولايات المتحدة هي؟ ماذا ما الذي تريده؟ الولايات المتحدة بالحقيقة لا تريد، لا تفضل أن يقود الحشد الشعبي هو الحكومة، لأن الحكومة الأمريكية لا تريد أن تسمح أن يؤدي ذلك إلى اختلال في كبير، إلى ربما إلى نزاع حرب أهلية في داخل العراق بين المكونين، لأن الحشد الشعبي كما نعلم هو تحت سيطرة أو تحت في ملكية، من ضمن ملكية إيران، وهيمنة إيران على كامل القرار السياسي في العراق لا تحبده أمريكا، وتعرف أمريكا أن إيران ستستخدم الحشد الشعبي لممارسة الضغوط الدولية عليها فيما يتعلق بالملف النووي، لذلك إيران أمريكا لا تفضل الحشد الشعبي هذا من ناحية، ولكن إذا اضطرت أمريكا إلى القبول بالأمر الواقع فأعتقد أن الاتفاقات الأمنية المعقودة بين العراق و أمريكا ستعاد صياغتها من جديد. من ستوكهولم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.